السلام عليكم، أتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم الفطور ديالنا كيف ما العادة. غادي نديرو جوج وصفات أو ثلاثة، يمكن ثلاثة الوصفات. المهم بعد اللي عارفة دابا هما هاد الخبيزات صغار بطيبيطات صغار معمرين بالمخ. المخ غادي نشرملو بمطيشة وبصلة، غادي نطيبو في واحد الشرمولة ومن بعد كنعمر بيه الخبيزات. وغادي نديرو كريب مالح عامر بالدجاج والفلافل والبصلة. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو، غادي تشوفوا الوصفات كلشي اللي غادي نديرو وغادي نصورهم ان شاء الله. قطعنا هنايا البصلة، هي مربعات، قطعنا مطيشات هي الأربعة. غادي نقطعو تا القزبر، غادي نزيدو عليهم وغنطحنو الكل، عاد نرجع نديرهم في مقلاة، ندير معاهم الزيت بلدية والعطرية ديالنا ونرطوهم يتشحرو. وندوز نقي المخ اللي هو سلقتو في شوية ديال، ماشي سلقتو، درت الماء الطاطاب ولحتو فيه ودرت معاه حامض وقطيره ديال الخل. دابا غادي نقي كلشي من هاد السلوكه هكا اللي كيكونوا فيه الكحلين هكا، غادي نقيه مزيان. ومن بعد غادي نقطعو ونزيدو على لاصوص من الطيب. علاش كنسلقوه ولا كنديروه في الماء الطايب؟ وهذا باش تحيد ديك الزفوريه، حتى المخ كيكون زافر. علاش كنديرو معاه؟ كان هكا تن تشكي ولات الحامضه الكحوليه ديالو، كنعصرو الطرف ديال الحامض وكنديرو واحد القطيره ديال الخل، كنخليوه يطبخ شويه، عاد ماشي يطبخ بزاف، حتى يطيب غير شويه وصافي. هادشي اللي كان من انا نكمل نطحن هادشي ونديرو في مقله ونرجع لكم باش نديرو العطريه. صافي، ها هي البصله والمطيشه طحناهم، والقزبر غادي نزيد شويه ديال الزيت بلديه. من بعد غادي ندير الملحه والعطريه الاخرى، عطريه الملح كمون بزار التحميره شويه تاع الخرقوم. غادي نردو يشحر شويه، عاد ندوز نقطع المخ حتى يتشحر مزيان هاد المطيشه طيب والبصله، عاد كنزيد عليهم المخ. هو ما كياخدش وقت بزاف باش كيطيب. صافي، هي المقله ديالنا وجدات هكا كتجي، تقدروا تحطوها غير هكا تاكلوها، يعني تدوا عليها الزيتون وتكل غير هكا بالخبز. انا غير اليوم بغيت نعمر بها دوك الخبيزات الصغار، يعني بحال بالضبط طايب وعاد كتعمروا به. المهم كما في جميع الحالات تقدروا تاكلوا هكا، تقدروا كي قلت لكم تعمروا به خبيزات، تقدروا تعمروا به بريوات. غير اللي غتعمروا البريوات من الاحسن ما ديروش مطيشه، يعني كتشحروا غير هو والعطريه وشويه البصله صافي. لحقاش مطيشه شويه كتطلق الماء ديالها، يعني مع البريوات كيتعطلوا، كتطلق الماء ديالها وكتخسر الورقه. من الاحسن بلاش ما تكونش مطيشه، اما الا كنتو غتعمروا به غير خبيزات ولا هذا، معليش ديروا مطيشه كتعطي واحد البنه زوينه. وكيف قلت لكم تقدروا تاكلوا غير هكذا، لا لما تعمروا به تحطوا غير هذه المقيله وتاكلوها وصافي بصحه وراحه. يلا نخليها تبرد عاد نعمر معكم الخبيزات. هذه واحد الحشوه اخرى غادي نعمروا بها الكريب مالح، نسيت ما صورتاش لكم قبل فاش اللي كانت صايب. المهم كاينه بصله وفلفل حمراء وطريفه ديال الدجاج، صافي هما اللي المهم شحرين مزيان فوق العافيه مع العطريه. دابا غادي ندير عليهم فرن محمر محكوك وغادي تعمر بهم لي كريب. ها هو لي كريب ديالنا اللي المهم راكوش كيعرف المقادير ديال لي كريب، راه معجون بحليب دقيق البيض شويه ديال البزار الملحه كوزه الا كاينه، المهم كل واحد شنو كيدير فيه، وشويه ديال الزبده دايبه وصافي. ما كيكون فيه لا سكر لا والو، فحال كنتو غديروا حلو راه كديروا عوض الملحه كديروا السكر. وكاين اللي كينسم الحلو بفاني، كينسمو بماء الزهر، كاين اللي كينسمو بزازت ديال الحامض، كل واحد باش كينسمو. المهم هاد المالح حتى هو راه كاين اللي كينسمو غير بالبزار وملحه، كاين اللي كينسمو بالكوزه، كاين اللي كيطحن معاه شويه ديال المعدنوس، يعني
كيكون فيه دوك النقيطات خضرين، وكيكون حتى ديك البنه ديال المذاق زعما ديال العدنوس. المهم كل واحد راه دابا فيها هاد النقيطات كاينه حسب بزاف البزار اللي فيه. صافي نبدا دير الحشوه، تعمرو وطويه، ومن بعد نفس الشيء ثاني غادي نقول لكم. سواء كديروه في هذيك الاله ديال البانيني كيجي بحال البانيني، اولا كتصطفو في الطاوه ديال الفران وكديروا عليه الفرماج من الفوق، ولا ديروا عليه لاصوص بيشاميل والفرماج، المهم اللي بغيتو، وكتدخلوا الفران وحتى حتى يتحمر، حتى زعما تذوب داك الفرماج. اولا راه كديروه غير في المقله، كطويه بحال هكا وتشعلوا على المقله الطيفال، كتحطوا فيها كتبقاو تقلبوه تقلبوه ماشي تقلبوه فيها حتى حتى كيبدا يتحمر، زعما ديك لاباط تحمر من الفوق، والداخل كيدوب داك داك الفرماج. صافي نصايبو معكم واحده اخرى، من بعد نخليها تكمل حتى تبغي تبدا تصايب النتيجه النهائيه ونعاود نصبها عليكم. المهم الكميه راه كديرو الكميه اللي بغيتو، يعني راه على حسب الكريب واش كبيره واش صغيره، تقدر ديرو معلقه جوج ثلاثه د المعالق على حسب كل واحد شحال كيدير، يعني ماشي واحد المقادير معينه ولا محدده. وصافي ها نتوما هكا كطوي على طوي مربع هكا كيجي. صافي انا بديت كنعمر في هاد البريوات هذيك الحشوه اللي قلت لكم ديال المخ ومطيشه والبصله، كتجي زوينه غير جربوها. المهم التغيير من ديك الكفته الدجاج الطون داكشي العادي المعروف، كاين اللي كيدير الكبده، كاين اللي كيدير القلب، المهم جربوها بالمخ راه كتجي زوينه بزاف. صافي انا نكمل ونعاود نصور لكم. وصافي يعني كملت التعمار ديال البطبوط، تقدروا ديرهم فوق منه الفرماج الا بغيتوا، تقدروا عاوتاني تدهنوا الخبيزات بالجبن، انا ما كانش عندي متوفر الجبن باش ندهنهم. وصافي اصلا مع ديك لاصوص خاطره ديال مطيشه يعني ما احتاجيتش حتى شي حاجه هكا ميدمه ولا هادي اللي ترطب اللي ترطب زعما ديك الحشوه ولا ترطب داك البطبوط. المهم هكا جا زوين، جا زوين بزاف. صافي هو الكريب هكا كيجي بعد ما درناه في هذيك الاله ديال البانيني، وصافي هكا كيكون. كيف قلت لكم تقدروا ديروه في الفران في المقله فاش ما بغيتو، واسهل يدار في هذيك ديال البانيني دغيا دغيا. والوصفه الثالثه اللي قلت لكم هي بيتزا، بيتزا عاديه، لاباط عاديه جدا، المكونات ديالها الدقيق، شويه زيت العود، خميره، ملح والزعتر. صافي كتدلك مزيان وتعجن بالماء دافي، هنايا كتسرحها في الطاوة، دارت وحدة كبيرة غير خاصها تسرح مزيان، يعني تكون تكون لاباط رقيقة ما تكونش غليظة باش ما تجي معجنة زعما، كتجي رقيقة. صافي بالنسبة للصوص راه ممكن ديرو اي صوص بغيتو، تقدرو طيبو مطيشة وفلفلة وبصلة والربيع والعطرية والزعتر، ومن بعد كطحنوهم. ممكن ديرو بحال كيما دارت السعودية اليوم، دارت مطيشه ديال الحك خلطت مع شويه ديال الكاتشوب وطلقتها بشويه ديال الماء، صافي ودهنات بها، يعني ما طيبت لا مطيشه ما دارت مطيشه اخرى ما دارت والو، دارت غير مطيشه الحك شويه الكاتشوب وشويه ديال الماء باش طلقاتهم، حتى هما كيجيو زوينين. صافي وشحرت البصله، شدات واحد البصله تقريبا قطعتها صغيره مربع صغيرين، درتها في المقله مع زيت العود مع شويه ديال العطريه، كيف قلت لكم دارت البصله مع شويه زيت العود والعطريه وشحرتها مزيان حتى ولات بحال هكا معسله اللون ديالها. كديرها فوق هذيك لاصوص ديال البيتزا، ولكم لي اختيار كتعمرها باش ما بغيتو، سوا لي فخوي دماغ سوا الكفته سوا الطون اللي بغيتو، حنا اليوم عمرناها غير بالطون. صافي الطون والفرماج الزيتون، صافي الله يجعل البركه. راه كي قلت لكم البيتزا راه هي ممكن تدار باي حاجه، ممكن تدار فيجيتاريان يعني تدار غير بالخضره،
ديروها بالبنجال، كورجيت، وطماطيشه، الفلافل، المهم اي حاجه متوفره عندكم كتقدروا ديروها بيها. ممكن كدار بلا صوص بيضه وشامبينيون وكروفيت وكالامار، ولا غير كروفيت، ولا مثلا طريفه دجاج، ولا تقدروا ديروها تاني اشنو ديروا فيها، مايس، ديروا اي حاجه، بيتزا، يعني اي حاجه، كل واحد راه كيديرها بالطريقه ديالو. كتبقى غير ديك لاباط، انا خاصها تكون بات زعما عجينه زوينه وتكون رقيقه، صافي، هذا هو اللي مهم. ومن السماء بزيت العود والزعتر، هنايا كتستفق منها طون. على فكره نسات واحد المرحله كديرها، اليوم نساتها، ما درتهاش، تلفتها انا معاك، كنصور تلفتها. ملي كدير ديك لاصوص ديال المطيشه وكدير البصله، كدير الفرماج، كدير الفرماج محكوك فوق منها، عاد كدير هذا، لا لا يا ربي، يمكن واش كديرو تحت المطيشه، المهم كدير الفرماج لتحت، وملي كطيب عاد كتعاود الفرماج عاود تاني، كديرو فوق مطيشه، كدير الفرماج فوق مطيشه، وكدير ديك ساعه الحشوه اللي بغات دير، اي حشوه عندها بغات ديرها، وكدير الزيتون، كتدخلو تخلى باتو ديك الحشوه حتى كطيب، كتخرجها من الفران، كتعاود دير ليها عاود تاني الفرماج من الفوق، وكتدخل داك الفرماج غير شويه، ما كامله حتى دقيقه، غير باش يدوب داك الفرماج الفوقاني. داك الفرماج التحتاني كيعطي واحد التعليكه زوينه، كيجي زوين بزاف. اليوم نسات ما درتوش مول، فنورمالمون كديرو. صافي، هنايا ملي دارت الطون كدير فوق منه شويه ديال الزعتر، كتحكو هكا بيديها فوق من ديك البيتزا، تقدروا ديروا حتى الزعتره اللي بغيتوا، سواء الزعتر سواء الزعتره. هنايا من بعد ما طابت هانتوما كي كتشوفوا كي كتجي، وعاد دارت فوق منها الفرماج ورجعتها للفران. المهم ما كتخليهاش تاني طيب بزاف حتى كتقصح، وفي نفس الوقت ما كتخليهاش عجينه، يعني كطيب قياس ديالها اللي كتجي رطيبه في الحقيقه، كتجي رطبه، غادي تشوفوا من بعد ملي تخرجها وتقطعها غادي تشوفوا كيفاش كتجي الشكل ديالها. صافي، كتدخلها دابا هكا الفرماج، فرماج راه حتى هو لكم كامل الحريه، ديروا اي فرماج بغيتو، سواء موتزاريلا، سواء فرماج حمار، سواء فرماج ديال المعز، اي فرماج عندكم تقدروا ديروه. صافي، هي قطعتها، نتوما كتشوفوا كتجي رقيقه، راه ما كتجي غليظه ما والو، الفرماج تاهو كيجي معلك. ايوا بالصحه وراحه فطوركم. حتى لهنا نقول لكم بسلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، غالبا حتى الفيديو ديال العيد ان شاء الله، لان صافي بقاو غير يومين العيد. بسلام عليكم.